ما واحد من أنا معصوم. ولذلك على قدم اعتذاري لكل فرد من أفراد مجلس المفوضين، ومع هذا الاعتذار أبرئ ساحتكم لأنه ولا واحد من عندكم متهم من قبلي بالتزوير أو الفساد، لأنه ما عندي أي دليل عليكم، على أفراد مجلس المفوضين أي دليل يثبت بأنه أنتم متضررين في أي عملية تزوير أو أي عملية فساد. ولا بارك الله في بالناس اللي حفظوا من خلال الإعلام ومن خلال الضغوطات السياسية في تأجيج الوضع. ولذلك مرة أخرى أعتذر من كل فرد من أفراد هذا المجلس الموقر، وألتمس منكم العفو عند المقتل. والله أكبر.